على المدرجات، وايضا عم بيكون الرد من جمهور النجمه بسرعه. ما زالت الامور عم تغير الزمان، ما زالت النجمه هي النجمه، وما زال الانصار هو الانصار، وما زال هذا الدربي هو الاشهر والابرز والافضل والازمن. الموجه النبيذه بلش يهدر شيئا فشيئا، وما ادراك ما النجمه، ما ادراك ما جمهور النجمه. يعني نفتح شوي كتاب الذكريات لما كان النجمه هو الفريق يلي الالاف الالاف يحتشدوا بالملاعب بالمدرجات من اجله، فريق النجم الفريق العريق، فريق التاريخ الكبير، يعني خاصه النجميين العاشقين لهذا الفريق. يعني حب بصراحه يعجز عنه اي عالم كيمياء ليترجم ليش هالقد بيحبوا النجم، ليش هالقد بيعشقوا النجم. وما ادراك ما النجم، ما ادراك ما جمهور النجم. حب بصراحه يعجز عنه اي عالم كيمياء. وما ادراك ما النجم، ما ادراك ما جمهور النجم. وما ادراك ما النجم، ما ادراك ما جمهور النجم. بيهتفوا جمهور النجم بسرعة، يعني عم بيكون النجم عم يعمل ردة فعل جمهور النجم على جمهور الأنصار بسرعة. محمد جعفر، محمد جعفر بيلعبها على اليمين، انطلاقة نجموية للأمام، بينطلقوا النجم بيلعبها من جديد النجمة 1-2، بينجح محمد شمس، شمس بمر على الأول والثاني، بيكمل فيها بيكمل فيها بيكمل فيها محمد، بيكمل محمد، لازم يمرر، بيمرر بالفعل. أبو بكر الملا بيلعب الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، أكرم بيهدد يغمزها ممتازة جدا. الهدف الأول ما بيصير، مش معقول الكرة، بدنا نشوف الهدف الاول للنجم بهذه الكرة، والكرة العرضية اللاعب داخل المنطقة للشمس، والهدف الاول بالمباراة، الهدف الاول بالمباراة، الهدف نجماوي، الهدف نجماوي، وكرة الراس بتسكن مرمى الحراس. الهدف الاول طول، لكنه بالدقيقة 65 تماما يسجل عبر بلال نجارين بعد الرأسية، وحاليا ضربة رسمية. النجم اليوم ما عم بيشوف الا بعين النجماويين، والانصار ما عم بيشوف الا بالعين الانصاريه، بالتالي نحن عندنا هيدي العين على اليمين وعندنا هيدي العين على الشمال، وهن العين الثانيه اللي عم ينقلوا بكل حياديه. لكل المستمعين يلي عم يستمعوا لنا بالاذنين، نحن ان شاء الله عم نكون الاعين اللي عم تنقل لهم الصوت والصوره شو عم بيصير بارض الملعب. كمان هيك الاجواء من عندي من هون بالدرب اللبناني لكره القدم تنتهي، رغم كل المناوشات والاعتراضات، رغم كل ما حصل وما صار، بيبقى النجم والانصار هن الفريقين اللي دائما بيكون حلال كره القدم اللبنانيه بوجود هالفريقين. حب بصراحه بيعجز عنه اي عالم كيمياء ليترجم ليش هالقد بيحبوا النجم، ليش هالقد بيعشقوا النجم. وما ادراك ما النجم، ما ادراك ما جمهور النجم. حب بصراحه بيعجز عنه اي عالم كيمياء. وما ادراك ما النجم، ما ادراك ما جمهور النجم.